مؤتمر الصمام وهندسة مرحلة جديدة من عمر الثورة الجزائرية. بعد كل ما جرى خرجت جبهة التحرير وجيشها منتصران على العدو، وبدأ التنظيم لمحطة أخرى هي مؤتمر الصمام الذي هندس لمسار الثورة في السنوات التي ستتلو ذلك التاريخ. هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه قادة ستظل بصمتهم في تاريخ الثورة الجزائرية. Une large masse de gens qui ont suivi ce parti-là, c'est après les massacres de mai 1945. Là, beaucoup de gens qui ne sont pas décidés ou là, qui ont hésité ont rallié carrément en masse le parti du MTLD. Pilos, خدينا الفكرة هذه تاع نحاربوا فرنسا وقعدت الاتصالات نتاعنا على أساس دائما وأبدا كيفاه ننظم وكيفاه نوصل باش نفجر الثورة في الجزائر. مؤتمر الصمام جاء كقطيعة إن صح التعبير على المستوى التنظيمي مع ما سبقه، أي مع جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. أذكر أن الثورة الجزائرية كما قال العربي بمهيدي، أرموا بالثورة في الشارع فسيتلقفها الشعب. جات العشرين يطور خمس أيام ولا ست أيام أو أكثر، واحد عشر أيام كان جيود ملي راح في الضربة الأولى تاع نظمها وراه واحد العشر أيام ولا ثمان أيام نلقاوها رجع لنا قبل واحد، أنا نشفى عليها كما قلت، رجع تما يضحك، هو يتباسم موجو ها 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 يضحك باللي بعاجبه الحال، داير مفتح يعني جاتو فكره مليحه يعني، والله شوفني درك الخيالات تاعو بين عينيا كيفاه يعني عجبته الحيه نجحت وكذا وكذا. سيدنا مرحبا ولا الدين وتراكم بخير لاباس، قلنا له الحمد لله، قال الحمد لله بربي ان شاء الله رانا للامام، بربي ان شاء الله للامام. نعم. مؤتمر الصمام في 20 اوت أغسطس 1956 وادي الصمام في منطقة بجاية يعني القبائل الصغرى، هو من هندسة إن صح التعبير ثنائي أو ثلاثة ربما، الأساسي هو عبان رمضان المخ المفكر والعربي بمهيدي رئيس المؤتمر. العربي بمهيدي هو الذي فعل أعطى الضمانات لعبان بن رمضان وكريم بالقاسم، كريم بالقاسم أسد الجبال أسد القبائل قائد الولاية الثالثة التاريخية. كانوا كل فيلوس والأغلبية تاعهم كانوا فهمت يعني خارجين القانون تاع فرنسا، مثلا بن عودة زيغود كانوا هاربين من السجن. Je veux un véritable barrage de chars délimitant la région comprise entre la Soumam, les Bibans, la route de Sétif, la route de Bougie.
Nuit et jour, l'aviation arrosera cette région avant que l'armée ne se mette en route. À l'époque, il y avait un slogan. تستعملوا فرنسا مليح مليح في ذلك الوقت قبل الكونغري. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques ralliements là-hena en Basse-Kabylie, en Basse-Soumam. Il y a eu quelques ralliements. Et bien, France a fait des loups qui ont tourné. C'était Jacques Soustet qui avait le gouverneur général, qui ont tourné pour la vallée est pacifiée. Bientôt, toute la vallée va être pacifiée. La vallée pacifiée, la vallée pacifiée. Et yani, voilà le meilleur bout. Alors que l'ALN était partout, le FLN était partout. تشارك كل تخدمو الناس كل تكوتيزي الناس كل تخدم تدخل لونيتي دلايلان تدخل الدوسرة تاكل تشرب وترقد وتخرج سونز اتر دينونسي فرنسا تقول من جهتها ساي خلاص لافالي بيانتو فايت باسيفي يعني سيتي او مومون دي كونغريس سيتي لو سلوغون لو غران سلوغون لافالي سومام لافالي باسيفي. مؤتمر سومام هو الحدث الثاني بعد هجومات شمال القسنطينيه. وبين الحدثين رابطه روحيه. لان هجومات الشمال القسنطيني اعادت وضع الثوره في السكه الصحيحه في المسار الصحيح. اعطت لثورته بعدا شعبيا. بعد هجومات الشمال القسنطيني جمعية العلماء ستلتحق بالثورة في شهر جونفي 56 وسيلتحق فرحات عباس جماعة حزب البيان سيلتحق بالثورة في شهر أفريل 56 وبالتالي الثورة بعد 55 تكتسب شعبية وزخما شعبيا كبيرا وبالتالي بات الانضمام للثورة كبير الثورة بحاجة إلى تنظيم وهنا يأتي مؤتمر الصومام. مؤتمر الصومام جاء ليكمل مشوار هجومات الشمال القسنطيني. وأحمد توفيق المدني في كتابه هذه الجزائر يقول بالحرف الواحد باختصار له الكثير من الدلالات أنه بعد مؤتمر الصومام صرنا نعرف من نحن وماذا نريد ولمن نحن تابعون. وبالتالي مؤتمر الصومام بوثيقته معروفة ميثاق الصومام سيفصل في الكثير من الاستفهامات في الكثير من الإشكالات في الكثير من القضايا الخلافية في الكثير من الأمور التنظيمية. وممكن الأستاذ قبلي أشار إلى هذا الأمر هو أن الثورة بعد مؤتمر الصومام ستشق طريقا لا رجعة ولا عودة. وبالتالي فهذان الحدثان متكاملان مترابطان رابطة الروح بالجسد. آخر اجتماع لجنة 26 فكروا أنهم يفجر لأنهم وقعوا في قضية إشكالية. ما هي؟ هي هل نفجر ثورة ثم ننظم أو ننظم ثم نفجر؟ وصلوا إلى قناعة حسب يعني شهادتي بالطوبال في مذكراته هي عملية التفجير ثم التنظيم. لذلك مؤتمر الصومام يدخل ضمن إعادة تقييم مرحلة 54-56 وإعادة هيكلة وإعطاء نفس جديد للثورة التحريرية من خلال بناء مؤسسات وهيكلي حيظهر من بعد في قرارات مؤتمر الصومام. هو في هذاك الوقت حنايا مازلنا نقرأ في هذاك الوقت مازلنا نقرأ واش هو سمعنا بلي راهو داروا اجتماع في لا صومام سمعنا يعني بالتفصيل ما على بالناش يعني بالضبط كيفاش لاش مازالت ما بانتش هذه حتى من بعد يعني سمعنا بلي راهو كان اجتماع بلاش هو التحضير نتاعو كان تحضير سري لو كان ما كانش سري او كانوا محال فرنسا تخليهم يقعدوا تما شو قداش اليوم وهما مجتمعين والاطارات تاع الثوره هاي تجيب والله تجيب العسكر تاع الجزائر كامله والطياير والبابر والله ني القبائل لا كابيلي القبائل كامله والله ني ردموها ما تجيش توجد لكن كان النظام متحكم النظام كان متحكم وحنا واش كانت علاه الثوره نجحت هي السر والايمان تاع لازمنا الاستقلال والسر تاع العمليه السر كلش بالسر والناس تعلمت تحافظ السر ماشي كي دروك تلو حالو تمزم اللي يعني تقول له روح جي برح بها بكري كان السر ما يخرج والشعب كان يعني كي تقول له كي تقول له أي سرية أي سرية الشعب كان يعني ما مربي
ومقاوم لهذ الامور هذه، كان متقبلها. هو دور المنطقه الثانيه او لا 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 نعم في المنطقه الثانيه اصلا المؤتمر الجامع الذي كان سيجمع الكثير من القيادات كان اصلا سيعقد في منطقه الشمال القسنطيني، لانه كان سيعقد في جبال بني صالح يعني على الحدود الجزائريه اليوم التونسيه ضواحي الطارف اليوم ما يعرف. ثم جاءت فكرة ثانية هي عملية عقد المؤتمر في جبل بوزعرور هنا ضواحي القل. إذن أصل الفكرة إن صحت العبارة هي شاركت فيها منطقة الشمال القسنطيني بقوة. نعطيك واحد جزئية مهمة جدا في قرارات مؤتمر الصمام، وهي بصمة الشهيد زيغود يوسف بقوة وبصمة منطقة الشمال القسنطيني، هي قضية ما يسمى بقرارات مؤتمر الصمام إنشاء ما يسمى بالمجالس الشعبية، يعني توظيف الحاضنة الريفية لدعم الثورة التحريرية. هذه أصل الفكرة أتى بها زيغود يوسف في مؤتمر الصمام وأصبحت ضمن قرارات مؤتمر الصمام وعممت على كامل مناطق الجزائر. لكن هذا القرار لم يرى النور في موعده بسبب الأحداث المؤلمة التي شهدها العام الأول من بداية الثورة كاستشهاد بعض القادة مثل باجي مختار وديدوش مراد وسويداني بوجمعة واعتقال البعض الآخر كرابح بطاط ومصطفى بن بولعيد ورحيل بوضياف إلى الخارج، فضلا على الصعوبات التي لم تكن متوقعة كشراء الأسلحة وإدخالها إلى الجزائر. منكر للاستعمار واللي رأيته دار في الناس ساعة 45 هذيك الشيء اللي حرق وقت ودينا قداه نلف، هو الإيمان اللي خلاني طلعت للجبل واللي خلاني ماش خليت حاجة صغيرة، خليت حانوت نتاع حانوت أو يعرفوه طليلاني، عندنا حانوت ريحان تاع الزرع وريحان تاع الزيتون، ونحرتو بزوج محارت 70 هكتار الأرض في رماء، واش خلانا حتى رحنا طلعنا كاملين ليلة واحدة نهار مات بوقادوم طلعنا للجبل بالدراري بالنساء بكليتك نهار واحد. حتى الاثنين وعقام الواحد واثنين وستين وإحنا بالدراري بنسى بكل في الجبل، خلانا الشيء اللي شفناه اللي دارت فرنسا. أنا واحد من اللي ما نحملش، أنا نهار اللي ناطت الثورة حرقت الكارطة، قلت لقاتلي يما ليه تحرق فيها، قلت لها يما لي مو كارطة أنا ماشي. ما اثبتوا لي حكموا يقتلوه لي حكموا يضربوه لي حكموا يحكمك العدو، واحد كلب ياكل فيك، واحد يهبطك الهواء لانه يسمر فيك الشجر، واحد يعني شتي اللي شفت. انا كبير نعرف سلاحي به نقبل انا ياك، واحد راجل يجي أنا خير منه قوي في الأيمان خير منه يجي هو يطربني ولا يعذبني ولا ما قاعد. طلعت على السباب لازم نستقلوا ولا نفضوا على حديدة، قلت لك بالدراري بالنساء فاميليا كاملة هاوت ليلاني على بالو فيها من 55 لاثنين وستين وإحنا في كل في الجبل بالدراري بالنساء رقطات سامة. وبعد هجمات العشرين أوت 1955 وما حققته من نتائج إيجابية دفع المسؤولين لمحاولة التعرف على حقيقة الوضع بعد ذلك وإجراء اتصالات في سبيل عقد المؤتمر الوطني. سعد دحلب معروف باللي كان سكرتير خاص لميسالي وكان عضو المكتب الكوميتي سنترال، يعني ما كانش مجهول من طرف زيروت. تكلموا وقالوا دي خلاص انا من طرف الجماعه في الجزائر بحثوني كذا فلان وفلان بعثني موافقه فلان وعمران وكريم بالقاسم باش نشوفوا نسقوا مع بعض. قالوا والله الفكره حلوه. لمساله بسيطه، احنا نهار 22 نهار اللي افترقنا وعدنا بعضنا بعض باش 15 جانفي 55 نتلاقاو، لكن الظروف ما خلتناش باش نتلاقاو، جات فرصة باش نتلاقاو من جديد. موافق وموافق
قال له ولد راني غادي الولايه الاولى باش نقنع بن بوريد. بن بوريد كان خرج من السجن، ايش عاد خرج من السجن حتى لو نبقى حتى نتمشى نتكلم على بن بوريد رانا نطولوها غير طلب اكثر من لازم. المهم راح لبن بوريد باش يروح يشوف بن بوريد. جاء زيروت قال له وزدي على حساب المعلومات اللي عندي بن بوريد توفى، ما كان عليها تروح تشوفهم، ما الحاله في الولايه الاولى صعيبه، راهم ينتقدوا في بعضهم بعض، راهم يحاربوا في بعضهم بعض، وكلش ما كان عليها تروح. عاود رجع جاء شعر دار التقرير ولا كلم عبان قالوا قال ابتدى عبان يفكر في المؤتمر. يعتبر مؤتمر الصمام من القرارات الأولى التي تبنتها مجموعة 22 التاريخية حين تفجيرها للثورة، حيث كان من المفترض أن يلتقي القادة مجددا بعد عام من تفجيرها لتقييم نتائجها وتقدير الصعوبات وإعادة تنظيمها وترتيبها. كان الأخ كريم، كان الأخ بيطاط، وكان ثاني كذلك الأخ عبان، وبعدين لحقنا الأخ سين عربي من العيدين. طبعا يلفت بليه في الشارع تشتري بلي، هذا واحد يقول له عمارة الله رحمه ورحمة الله كان كلمة زعيم. جات مريم سلام من عند الإخوان تاع الشمر بسنتينا، وممضية من عند الأخ يوسف زيروت فين يقول بعد السنة ولا السنوات نتاع الحرب مع الاستعمار الفرنسوي يلزم وقت باش نوحدوا العملية نتاعنا في أي ميدان، وخصوصا في ميدان السياسي، في ميدان العسكري، في ميدان النظامي، وفي ميدان الاتصالي. ما نبيا إذا كان ممكن باش نعملوا مؤتمر عن قريب، إذا كان يعني الإخوان كلهم رياس المنطقة أقبل أسلوب الولايات، باش يصير هذا المؤتمر هذا في النواح نتاع الصمام، هي الوسط نتاع القطر الوطن كامل، باش الإخوان يكونوا حاضرين كامل. طبعا بعد رسالة اللي بعثوها الإخوان لشمال قسنطينة ومراها الأخ يوسف ربي يرحمه، درسوها الإخوان ونتحدث لي كذلك كنت موجود في العاصمة، عطوها لي درسها، قلت لهم أنا يعني راني قابلها 100% وراني موافقة 100%. أردوا له رسالة الأخ يوسف والإخوان تاع الشمال قسنطينة كامل أنا قابلها. الثورة التحريرية سياقات، يعني عندنا هجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 55، مظاهرات 11 ديسمبر، مظاهرات 17 أكتوبر، دخول في الثورة التحريرية سياقات. فيما يخص مؤتمر الصمام، أصل الفكرة تعود إلى آخر اجتماع للجنة 22. سي أحمد كان يمشي وحده يعس يدير ما ياكلش العظمة يقصطها مع ثلاثة أربعة معاه، كيما ياكل هو ياكل الجيش اللي معاه، محترم الجيش اللي معاه مربيه، كيما ولاده يقول لهم احنا ياك طلعنا نجوع ونعطش وناكلوا مع بعضنا، عاد ما نقصتوها في عشرة. والسي احمد من الناس المخلصين، والناس التربيه نتاع اللي ريتها عنده، يجي المركز يلقى المجاهدين، لو كان يلقى واحد جاب له جاب ليه هو بالعسل، وهذا المجاهدين اللي معاه جاب لهم الزيت، والله نبات معلق كيما ياكل هو كيما ياكل، يعس كيما ينسى كيما هو، ما يعرفش النعاس، ينعس على كرسي دايما، نعس على كرسي، الحزام ما يتنحاش من صلبه، عسكري انسان ملتزم، انسان مواطن صافي، خالق أخلاق طيبة، أخلاق زعيم خسرناه الله. هو المشاركة تاع مؤتمر الصمام كان مقرر به يكون في الولاية
منطقة ثانية، لكن لظروف ما وأمور أمنية نقلوه إلى الولاية الثالثة، ووقع مؤتمر تماني وحضرت فيه كل القضاء ودرست جميع الجوانب تاع الثورة. لقيت الحاج بن علالي كان مسؤول ولائي في وحران، كان لاجوان تاع بوصوف، كان مع بوصوف لاجوان العربي بن مهدي. مين يدعم الاجتماع تاع القاهرة على أساس يشارك في المؤتمر، الرغم اللي ما كانش في القائمة تاع الناس اللي معروفين للمؤتمر. طلبوا مني باش نجي وباش نسافر معاه من وهران للجزائر، وجيت روحي مع أسر العربي ما شفتوش لمدة 3 سنوات. حضرنا بعضنا بعض في بيت رشيد زقار. واش كاين أسر العربي؟ خير إن شاء الله، محتاجيني، محتاجك باش تجي معايا للجزائر. نركبوا في التران، رشيد زقار يعطي أسر العربي بن مهدي 300,000 أونسيان فران. القطار يتقلع من وهران الساعة 10:20، وصلنا لاغا ألجي، لاغار لاغا، على 7 تاع الصباح، دونك 9 سوايع وكذا وكسور. عندنا ما حكينا، وعندنا ما سرينا بعض، بالخصوص خاطرش الثقة موجودة، ما عرفناش روحنا البارح. كي وصلنا كان ينتظر فيه يوسف بن خد، لابس كوستيم كما ينبغي، مونطو أكحل وشابو مو، وكان مسمي روحه مولينا، كوميرسون يهودي. طبعا ممكن هذه ما تفيدش التاريخ، لكن بالأقل تفيد عيطة ناس اللي يعرفوا كيف كانت كنا نشتغلوا، علاش مولينا وعلاش يهودي. علشان يوسف بن خدع رغم اللي عنده شهادة جامعية، رغم اللي فارماسيان أو صيدلي كما يقولوا بالعربية، عنده أن أكسون كي ني با فرنسي، ماهوش النطق تاعو ماهوش فرنسا، النطق تاعو يكون تاع إسبانيولي تاع. واش صرا في المؤتمر؟ كنت أنا رجعت، وكي رجعت في نفس اليوم رجعت على طريق واحد اسمه حما، كان كاميونور تاع كوربا، لقيتو في ليال سنترال تاع بيلكور وروحت معاه. الغدوة روحت شفت رشيد وقلت له السيد أوصل بالسلامة، خلاص لي علشان لازم يطبق الأوامر. خلالو أنا ذاك العربي بن مهدي كي يعني شريف يعاود يتصل بيك من جديد، الفدق شوشوك وروح للمغرب. ومن هذاك اليوم رشيد التحق بالمغرب. الأخ كريم كان الأخ بطاط، وكان ثاني كذلك الأخ عبان، وبعدين لحقنا الأخ سي العربي بن مهدين. طبعا إذا نثبت مليح في الشارع تيلي بلي هذا واحد يقول له عمارة، الله يرحمه برحمة الله، كان كلمة زعيم. جاتنا رسالة من عند الإخوان تاع الشمال قسنطينة، وممضية من عند الأخ يوسف زيروت، فين يقول من بعد السنة ولا السنوات نتاع الحرب مع الاستعمار الفرنسوي، يلزم وقت باش نوحدوا العملية تاعنا في أي ميدان، وخصوصا في ميدان السياسي، في ميدان العسكري، في ميدان النظامي، وفي ميدان اتصالي، ما لدي إلا كان ممكن باش نعملوا مؤتمر عن قريب، إلا كان يعني الإخوان كلهم رياس المنطقة قبل تسليهم الولايات، باش يصير هذا المؤتمر هذا في النواحي تاع الصومال، هي الوسط تاع القطر الوطن كامل، باش الإخوان يكونوا حاضرين كامل. طبعا بعد رسالة اللي بعثوها الإخوان من شمال قسنطينة والأخ يوسف ربي يرحمه، درسوها الإخوان والمتحدث تاني كذلك كنت موجود في العاصمة، عطوها لي درستها، قلت لهم أنا يعني راني قابلها 100%، وراني موافقة 100%،
أردوا له رسالة للأخي يوسفون إخوان تاع شمال قسنطرة كاملة لا نقل لها. بن مهدي طريس المطامر عبدان كريم عمران دين زيغود وبن طبال هادو هما الوحيدين اللي أعضاء رسميين في المؤتمر والباقي احنا دينا معنا علي كافي دينا معنا مزهودي دينا معنا بن هودة دينا معنا حسين روبح هادو كي نخلصوا الاجتماع كي نخلصوا الاجتماع نتلقوا برا نديروا اجتماع خارج المؤتمر ونتشاوروا معهم وحنا ندافعوا المواقف تاع الولايات في المؤتمر الشيء اللي داروا نفس اللي داروا كريم معمر وشمو حمدي وعمران ما صدق الهدس عبان جا وحده ما عندوش من يشاور بن هودي جا وحده ما عندوش من يشاور ان المؤتمر الرسمي والحضور الرسمي هم الشيء اللي قلته لك بن هودي الخمسة عبان الجزائر عمران لاكات لجروا كريم لطروا لادو زيهود وبن طبال سيدون الكودية كي تيربريزنتي بار دو بن بلد وصفا كنا سنة فيه مجاش جاخو من بوطان بولا عمر موصل كنا سنو في لازون لازون دلست ما جاتش المؤتمر كنا باش نديروه ببرونيروت في الانتفاضة اللي كنا نتعذرو رجعنا لوفان لا دات دو فان ايتي اكسيدونتال وكنا سنو ثلاثة باش يجيونا خيدر وبن بلا ما جاوش دونك لترونجي نا با ايتي ريبريزونتي il n'y a que l'intérieur qui a été représenté. كما راكم تشوفوا منا نقدروا نشوفوا لي كونفوا ولي ميليتار اللي جايين من طريق كان هنا غير طريق وحده اللي جبنا مزيان سيدي عايش وصلح ومن هنا درنا ثاني العصا ومن هنا كما راكم تشوفوا جبل الفريم كازيمو امبوسيبل باش يهبطوا مثلا بنادم ما يقدرش يمشي في هذاك الجبل وين حطيتوا العصا عمروش؟ حطينا كما راكم تشوفوا كاع في ليكولين كامل كاين العصا واش رايكم؟ مليحه السبب نتاع الكونغريدر فلاسوم فطل الآن ما دار الناس وعلاش كان تما وعلاش 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 هذا هو السبب وعلاش خيرنا المكان اللي كان نقدروا ندفعوا عليهم حتى يوصلوا لك فادو كي يوصلوا لك فادو ما تقدروش من غير هذا فادو اللي عند ربك ولا توا مدير يعني ما تقدرش فرصة تبيع عليه أبريل 56 القائمة دي بعثها عطى الاسم يكونوا حاضرين مسؤول المنطقة الخامسة أو بالفرنساوية لو ريسبونسابل دو لوراني يعني ديبارتمون تاع أوران كله وهو من غير ما يقول اسمه عبان عارف شكون اللي مسؤول لكن ما سمعش يقول بالنسبة لمنطقة الجزائر أو لديبارتمون دالجي يكونوا كريم وانا ما يقولش أنا وكريم كريم وانا وانا نقول مسألة أدب رغم اللي عبان كبير على كريم لكن ولا مسألة وزن هالحاجتين
أو أدب أو وزن. منطقة الأولى بالنسبة للأوراس بن بورعيد ولا جوانتا، وبالنسبة للناس اللي في الخارج وهما ستة كوميتي ديسيس كانوا موجودين كلهم في القاهرة، صور موجودين خلاص كاع الناس عرفتهم اللي موجودين. كان موجود صدفة، كان اللي كان موجود دائما خلاص. باربي ديسيس انفويي هذا كلامه، ارسلوا أيت أحمد وبن بلا ولا خيدر وبن بلا باش يجوا يحب ويعد ديسيس يعدهم هو، ومشي يعدهم قال علي شريف راه يخرف مع السن وكلش. كاين وثيقة كتابية من طرف عبد رمضان كتابيا هو شو ماشي قال تحويل كلام ولا هذا، يقول من اثنين من ستة اللي موجودين وهو أيت أحمد خيدر بن بلا عالمي دباغين وضياف وبالمهدي. دونك الاختيار تاع الناس اللي كانت موجودة من طرف عباد في خدم هذا الحراك وفي خدم العمل الفردي اللي يقوموا به شخصيات أو مسؤولين على المناطق. في هذاك الوقت ما كانش ولايات تاريخية، كانت مناطق. المنطقة الرابعة ليست لها علاقة بالمنطقة الخامسة، المنطقة الخامسة ليست لها علاقة. ففكرت القيادة، قيادة الثورة هذاك، أن يقوموا باجتماع يسموه مؤتمر الصمام. في هذا المؤتمر قاموا بأعمال تنظيمية بالرغم من بعض الهفوات وبالرغم من عدم الحضور لبعض الشخصيات فيه ككل، عدم اتفاق الجماعي، لكن المؤتمر خرج بنتائج في رأيي أنا كانت انطلاقة لتعميم الثورة على المستوى وإعادة ترتيب البيت وإعادة تنظيم الثورة من جديد وإعطاء تسمية جديدة وخلق توجه جديد وهو خلق العمل المدني منظم والعمل العسكري منظم. العمل العسكري انطلق من مؤتمر الصمام حيث أسس لأسبقية العسكري على المدني، وأسس لكيفية خلق الولايات التاريخية المعروفة الست ولايات خلقت في مؤتمر الصمام، وعلى كل رأس ولاية وضعوا شخصية وطنية ثورية مقاومة. وأكثر من هذا فكوا عدم الاتصال، لكن ما كانش الولاية الثانية ما كانش تتصل بالولاية الرابعة، ما كانش عندها علاقة، خلقوا علاقات التواصل والاتصال. وهذا الفضل يرجع كل الفضل إلى سي بوصوف رحمه الله، هو الذي أسس إلى طريقة نتاع التواصل عن طريق التصنت والاتصال مواصلات. فخلقوا الشفر وخلقوا المواصلات وخلقوا العلاقات بين بعضهم. هذا في رأيي أنا الجانب الذي كذلك أهمل في النقاش. أنا ندعو من خلالكم إلى مدام فيه بعض المجاهدين ما زالوا على قيد الحياة أننا نمشي في الطريق الصحيح ونبحث على هؤلاء المجاهدين الذين حضروا مؤتمر الصمام واللي ما زال على قيد الحياة من أحداث شمال قسنطيني واللي ما زالوا في أحداث أخرى مثل الولاية الرابعة، الولاية الخامسة، الولاية السادسة. كلهم نتكلم على سي شعباني، ولماذا لما نتكلمش على شعباني؟ لما نتكلمش على عميروش؟ لما نتكلمش على القيادات اللي كانت موجودة آنذاك؟ ففي رأيي المؤتمر صمام أعطى دفع كبير إلى الثورة وإلى هيكلتها وتنظيمها. وبصوف حاول ينفذ كل هذه المعلومات والتعليمات اللي جاء بها مؤتمر صمام على أرض الواقع. من خلالها لما استلم قيادة الولاية الخامسة وعوض سي بن مهيدي كانت عنده النظرة الشاملة كاملة على كيفية العمل المسلح والعمل السري
والعامل المخابراتي أو الاستخباراتي. مليح على هذا النهار، على خاطر راح يبقى راسخ في التاريخ. الشهر اوت 1956 رانا في 16 هنا مجتمعين باش نعطيو دفع جديد للثوره. كان من ابرز القاده الذين نظموا وحضروا المؤتمر كل من عبان رمضان، العربي بن مهيدي، اعمر وعمران، زيغود يوسف، كريم بالقاسم، الاخضر بن طوبال. وتغيب عن المؤتمر بعض القاده البارزون من داخل وخارج الجزائر لأسباب أمنية. هو عبان بن مهيدي، كريم، عمران، زيغود وأنا. هادو لي مومبر أوفيسيال دو كونغري. الباقي كل نشاوروا لبرا. إبراهيم مزهودي، علي كافي، حسين رويبه، هادو نشاوروا برا. وكريم يتشاور مع زيغود. عندك عمران يتشاور مع دهيلس صادق. سير الجلسات عندك النهار الاول عبان هو اللي يسير الجلسات، النهار الثاني بن مهيدي، النهار الثالث كريم، هادو هما اللي يسيروا. النقاش كان ديمقراطي. جاء العربي بن مهيدي لازم له مساعد، اختاروا عبان، ابقاو تكلموا. ابتدأ كيف تحب الجلسه ابتداوا المشاكل فيها وعليها. كاين اللي نتكلم لك على اللي بالاقل قايد درم اكدها. المشكل الاول ابتدا مع العربي بن مهيدي، بين عبان والعربي بن مهيدي. هذا عبان قال للجماعه الاخرين راه جاي من القاهره وراه ممثل جماعه القاهره. جاء العربي بن مهيدي قال له انا ممثل الولايه الخامسه، ما ولا شيء، ما وصوني، ما تكلمنا، ما كذا ما كذا ما كذا. انا نتكلم لك كرئيس الولايه الخامسه. من بعدين زادوا تقاضوا في اشياء تافهه. علاش جيت بالترع وخاطر عليك وخاطر خاطر عليا انا خاذ مسؤوليتي، يعني كي نجي نتمشى الخطر اكثر اختاريت خلاص. لكن انتقادات لمؤتمر الزمام هو انه لم يمثل كل الاطراف المشاركه في الثوره الجزائريه، غياب الولايه السادسه الصحراء. وفي المؤتمر الزمام تشكلت الولايات، قبل كانت المناطق العسكريه ثم الولايات مع مؤتمر الزمام، ثم يعني بعد الاستقلال صارت النواحي العسكرية. فعبان رمضان إذن لم يحضر تحضر الولاية السادسة، لم يحضر تحضر الولاية الأولى التاريخية لورس، وفي نفس الفترة استشهد مصفى بن بلعيد في حادثة الاغتيال بالتليفون، طائرة فرنسية ألقت بصندوق بالباراشوت أخذه فلاحين وصلوا للثوار الألمان يعتا حتى يستخدمه، فانفجر في وجهه فقتل، استشهد موسى بعيد، وكانت خسارة كبيرة جدا. ابتدى المشكل الثاني، هذا قلت لك زي ما هذاك كل واحد اللي موجود فاكر نفسه هو الكل في الكل، وعندهم حق. ليه؟ انت مسؤول عليا وانا بخلاص معاه، ما فيه ولا ترتيب، ما فيه ولا. عبان ابتدى ينتقد في الحوادث تاع سبلون اوت 55،
قال هذاك وكذا وفوضى وهذاك وما خدمتش ثورة، بالعكس فرنساويين وإحنا لازم نتفاوض مع الفرنساويين وقتلنا فرنساويين سيفيل وكذا. الرد ما كان على نتكلم عليه لي علشان الآخر نبقى نخرف بركة بركة. المهم ابتدوا يتكلم، جاء العربي بالمهدي، عنده العربي بالمهدي كان عنده حاجة مليحة، سيت ان كونسونسيوال بالعربية مانيش عارف كيف يقولوها، سيت ان كونسونسيوال إنسان يجمع الجميع. قالوا دي سيبونا من هذه المشاكل، ابتدوا. جاء عبد الله بن طبال، سي عبد الله بن طبال اعتني في السبعة وقال لي خلاص على حساب القائمة اللي رسلتوها لنا وعمران ما يحضرش علشان مش كانش في القائمة تاع الناس المهزومين، ماهوش موجود. ليه وجد نفسه مسألة ثانية. المهم احتانيك جانبوا هذا المشكل وابتدوا يخدموه. كانوا محضرين الأوراق تاع لا بلاتفورم ولا لا شارت رسومان في الجزائر، لا شارت رسومان هذا باش كل واحد ياخذ حقه. لا شارت رسومان كتبوها خمسة تاع الناس، نبتدي بن خد صيدلي سكرتير عام ام تي ال دي عنده قدرة باش يكتب وعنده قدرة باش يقدم القرار. ثاني شيء ودادهم بالترتيب على حساب تقويمية. ثاني شيء عمر وزقان كان أمين عام للحزب الشيوعي، عنده أرضية عنده أفكار. ثالث واحد عبد الملك تمام الناس ممكن ما تسمعش عليه كثير. عبد الملك تمام كان عضو من اللجنة المركزية من 47 تاع الأمثال دي، من 47. ثاني شيء كان موظف في ليزامبو فرنسي، يعني عنده وزن وعنده دبلوم وقادر على نفسه. من بعدين كاين عبد الرزاق شنتوف محامي متخرج من 43، دونك 43 ل 56 بال 13 سنة تجربة. آخر واحد فيهم البجاوي محمد، ماهوش البجاوي اللي نعرف من بعدين، البجاوي محمد كان تاجر في الجزائر ومناضل. هذو هما اللي حضروا لي دوكيومون تاع كل واحد في ميدانه. ومن بعدين اللي كان يشرف للكل عبان، دا قلت لك الى الضم، دا المسؤول نتاع الجبهه، دا المراكز نتاع منين ياكل الجيش تاع الناس اللي ينظموا هادو، دا جروبات مسبلين، كون جروبات اللي يلموا الصلاح في الليل باش يخرجوا لبرا يلموا الصلاح من عند الشعب. دار اللي هم يلموا في التموين نتاع المراكز، دار العسكريين، دار السياسيين، دار الاقسام، دار المسؤولين تاع الجبهه، دار المسؤولين تاع الناحيه، نتاع القسم، نتاع المنطقه، نتاع الناحيه. كان من أهم النتائج التي تمخض عن هذا الاجتماع التاريخي هي توحيد النظام العسكري والسياسي، حيث وضعت رتب عسكرية والعلامات التي ترمز لها، ووضعت خريطة جديدة للجزائر وفقا لظروف الحرب آنذاك، وتحسين مستوى المبادرة والتعاون والتنسيق بين مختلف القوى المشاركة في الثورة في ذلك الزمان.
سي لا برينسيبال فيكتوار تاع الثورة. علاش؟ خاطر قدرت اون بلان كار شوز كيرا دون لي جانال دي ريفوليسيون. حتى في وقت ما تيتونغ ما صارتش. من الوقت تاع تونغ ايشيك ما زادوش تلاقاو حتى 48. ما داروش مؤتمر، ما داروش مؤتمر، يعني الا عندنا حنا اللي صار المؤتمر. ولهذا سايت لين دي بلي غروند فيكتور تاع الثورة اللي قدرنا اجتمعنا ورفع لو بيلون دي باسي. يعني ودرنا الاكتتابات نتاع الحاضر ايوانا بروجيتي لا بانير سايتي لين دي غروند فيكتور تاع الثورة اللي اجتمعت دون لو فو بوندون لا كير اي لا سي راسومبلي دي برانسيبو ديريجون تاع الثورة. هذا الرطب انا اللي ركبت الوسيمه نتاع بوسوف، الوسيمه نتاع بومدين نتاع لطفي، اي انا اللي علقتهم. وانا كنت عاد جديد يعني، خاطر جابهم معاه، جابهم لا سومام. ومن بعد بوسوف عينوه عضو في السي سي او، بومدين طلع. انا حضرت لما بن مهيدي اعطى السلطه البوسوف، هذيك يومين ولا ثلاث ايام بعد ما التحقت. بوسوف قال كلمه واحده اخرى. واش قال لكم؟ قال الاله سبحانه اعطانا المسؤوليه باش نجعلوا لو ميراكل، المعجزه. يعني المعجزه لينا احنا. احنا اللي نديروا المعجزه باش نطردوا لفرنسا. اهم مؤتمر قرارات الصومام طبعا باستثناء دعوه عبد رمضان للتفوق السياسي على العسكري وتفوق الداخل على الخارج، هي تنظيم جيش، تشكيل جهاز تنفيذي يقود الجبهه ويسمى لجنه التنسيق والتنفيذ سي سي او. تشكيل جهاز سياسي يعد بمثابه برلمان او لجنه مركزيه للحزب، اطلق عليه تسميه المجلس الوطني للثوره الجزائريه سي ان ار ا. إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني، أنا النقطة الخطيرة، إقرار أولوية الداخل على الخارج والجانب السياسي على الجانب العسكري. تشكلت لجنة التنسيق والتنفيذ الجهاز القائد من 5 أعضاء، وهم عبار رمضان وهو سياسي من غير مؤسسي الجبهة، بن يوسف بن خد وهو سياسي من غير مؤسسي الجبهة، سعد دحلب سياسي من غير مؤسسي الجبهة. لاحظ عبار رمضان دخل المركزية لي سنتراليست اللي انشقوا عن مصالي الحاج وحزب الشعب. العربي بن مهيدي مسؤول عسكري وسياسي مؤسسي الجبهة، كريم القاسم مسؤول عسكري وسياسي مؤسسي الجبهة. حضروا كملوا صادقوا على البيان وطروا. هنا ابتدى المشكل. مشكل الناس ما تقراش، والناس اللي تقرا متخوفة ولا ماهيش فاهمة ولا عندها أغراض. افترقوا زيرو طبن طبا راحوا للشرق، الآخرين في ربعة دخلوا مع بعض للجزائر. يقولوا باللي بالآخر كريم بالقاسم قاعد في المنطقة فيها. دخلوا ثلاثة، العربي بن مهيدي، الآخر عبان وعمر، معاهم لي دوكيمون، سلموهم للطبع الأخير البن خدا أو شاوروه أو هذا. لكن بن خدا ماهوش واحد شاهد، مت شاهد تاريخ، كان موجود. من بعد اندلاع الثورة 7 نوفمبر كان في السجن، كي خرج من السجن طلع الأفلام. هذا ما تنجمش تتجاهلو، شهادته تسوى عدة شهادات تاع الناس دي الآن فاكرة نفسها تشهد على التاريخ. وأنا منهم ما نقولش، أنا بالنسبة لبن خدا ولا شيء. واش يقول بن خدا؟ Notons dans le même ordre d'idées que les congressistes de la Soumam l'ont adopté seulement dans les grandes lignes. Ils ont confié au CCE la tâche
de le compléter et de le mettre au propre. La tâche de le compléter et de le mettre au propre. Alors, يقول ولا ترجمة على حساب ما هذا وخاطرش ناخذ لازم ناخذ مسؤوليتي ونفهم باللي الجزائريين باللي شويه نفهم العربيه. المهم راه يقول باللي وكلوا سي سي او اللجنه للتنسيق والتنفيذ لو سي سي او باش استكمال وتنظيف المنصة. دونك استكمال دونك زادوا شوية وتنظيف غربلوا شوية. الجزائريين عندهم على الوقت آخر ولا ترجمة أخرى خاطر لازم الجزائريين يفهموا تو لي دوكيومون كاعل الوثائق تاع الثورة معظمها 90% بالفرنساوية. نحبوا ما نحبوش هذا هو تاريخنا. تاريخنا نكتب بالفرنساوية ولازم نحلوه بالفرنساوية ماهوش ضد العربية. لازم خلاص حتىش كي تراجع تراجع الأصل ما تراجعش ترجمة. ترجمة كل واحد يعطيها. على هذا الأساس راني نقول استكمال وتنظيف.